لا خالص، هي مسرحية فيها الشباب بس، يعني لا انا هظهر ولا اي نجم هيظهر، هم الشباب فقط اللي انا متحمس لهم، واتمنى ان حماسي ده ينتقل للجمهور ويجي يتفرج، وخاصة ان عامل اسعار تذاكر رخيصة، ان عامل 50 جنيه 75 اكبر تذكرة ب 100 جنيه، فقدامي سينمات سعر التذكرة فيها اغلى، اتمنى ان ده عنصر يبقى عنصر جذبه هو سعر التذكرة. يعني اي حاجة في الدنيا هي ريسك او مخاطرة، والمخاطرة دي قبل انها تنجح وقبل انها ما تنجحش، اي مشروع في الدنيا اسمه مخاطرة. انا ما خرجتش من مجالي ورحت فتحت مطعم، لكن انا في نفس مجالي والحمد لله حققت نجاح من خلال مسرح مصر، واحنا عندنا فوق 100 مليون وما عندناش غير مسرحين شغالين، فاتمنى ان هم يبقوا 40 مسرح، مش انا اللي عاملهم طبعا، لكن زمايلي يتشجعوا ويعملوا، كل حد يعمل مسرح، وفي مسارح مقفوله تتاخد وتتوضب وتتعمل ويرجع النور تاني للمسارح، ده اللي الواحد بيتمناه يعني. ويا جماعه بجد احنا محتاجين مسرح، والمسرح ليه متعه كبيره جدا، اتمنى ان هم ما ينسوهاش، لان كلهم اشتغلوا مسرح ويرجعوا تاني ياخدوا مسارح ويشتغلوا وينتجوا هم، ما يستنوش حد مثلا ينتج لهم، لا الحمد لله التجربه جميله والناس متعطشه المسرح، فما تخيبوش املهم يعني.